السيدة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط. دكتورة رانيا مساء الخير، أهلا بيكي. ألو، أي سامعاني يا دكتورة؟ سامعاكي سامعاني. أهلا بيكي، أنا سامعاكي كويس. أهلا أهلا بيكي بيكي. أهلا بيكي. يعني قولي لي أولا، ما هي أبرز ال 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 يعني الملاحظات في هذا التقرير المهم اللي صدر النهاردة من البنك الدولي؟ الحقيقة التقرير مقسم إلى فصلين. الفصل الأول زي ما تفضلتي بيتكلم عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وعن الإجراءات اللي أخذتها الحكومة سواء قبل الأزمة أو مع كورونا، بما فيها التحفيز المالي وأيضا بعض أمور السياسة النقدية وغيرها من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية لمواجهة كورونا. أما الفصل الثاني فكان له علاقة بالإنتاجية وأهم القطاعات اللي محتاجين يبقى فيها شغل لزيادة الإنتاجية والتشغيل، ويمكن ده بيرتبط بالأساس باستكمال الإصلاحات الهيكلية المهمة جدا اللي الحكومة المصرية عازمة على التقدم فيها. وطبعا الإصلاحات الهيكلية بتبقى قطاعية سواء كانت ليها علاقة بالمنافسة، بعض التشريعات، بيئة الأعمال وغيرها.